الشباب المغاربة وكل من على أرض المغرب، اعرفوا بلدكم كويس، بلدكم من أحسن بلاد العالم، أقسم لكم. اقتصاديا عندكم الخير الكثير، كيف تشتكون من البطالة وعندكم هذا الخير الكثير؟ عندكم البحر والمحيط وحده يضمن اقتصاد جيد جدا للمغرب. لا أقول أرضكم الفلاحية، ولا أقول جوكم ولا غاباتكم، ولكن احفظوا بلدكم والتفوا كلكم حول هذا الرجل الطيب حافظ القرآن الكريم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذا الرجل زعيم حقيقي، أقسم لكم، متفرد، رجل طيب طاهر كريم، لا يحب نفسه وليس عنده الأنانية، إنما يحبكم. هذا الرجل بمثابة حبل المسبحة، خيط المسبحة. اضمنوا سلامته، دعموه، ادعوا له، قفوا بجواره. هذا الرجل يحفظ لكم إن شاء الله، ويحفظ الله لكم به بلدكم وأمنكم. دعموه وقفوا بجواره وكونوا له سندا. وأقول لكم، لستم أنتم أمانة في عنقه، ولكنه هو الذي أمانة في عنقكم، حافظوا عليه جدا، حافظوا عليه. هذه نصيحتي لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، ويحفظ عليكم بلدكم وأمنكم، ويحفظ عليكم خيركم، ويوحد صفكم، وينزع الشيطان من بينكم، ويقيكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه